ينضم إلي عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية الدكتور محمد مكني. أهلا بك دكتور محمد، رحب فيك. تحالف تجاري مالي دولي لمواجهة جائحة كورونا أيضا، ومحاولة لاستمرار النمو الاقتصادي وتوفر السلع، تعليقك على ذلك الدور. مساء الخير أستاذ فيصل، وشكرا على الاستضافة. الحقيقة يعني العالم اليوم كله يعني يتحد، ويمكن دعوة خادم الحرمين الشريفين من خلال القمة الافتراضية لمجموعة العشرين الاستثنائية الحقيقة اللي كانت مهم جدا عقدها في هذه الفترة لمواجهة هذه الجائحة اللي هي فيروس كورونا الذي ضرب الحقيقة العالم بشكل مفاجئ وصادم. يمكن كان خلال القمة كان هناك تأكيدات كبيرة من القادة على أن يكون هناك تعاون كبير بين الدول في كل المجالات، منها المجالات الطبية، مجالات التجارة، مجالات السياسات المالية والنقدية، أيضا كيف ممكن أن يكون هناك الحقيقة يعني دعم في من قبل الدول اللي اقتصاداتها كبيرة للدول الصغيرة والدول الفقيرة التي تحتاج الحقيقة إلى دعم كبير. طبعا يتلو هذا الاجتماع وهذه القمة اجتماعات أخرى، كان من ضمنها كما ذكرتم في التقرير الحقيقة اجتماع وزراء التجارة والاستثمار اللي على عاتقهم كثير من الحقيقة المسؤولية فيما يخص التجارة العالمية واستمرار الإمدادات العالمية بين الدول، وخصوصا فيما يخص المعدات الطبية والأغذية بحكم الحاجة الماسة لها كثيرا في هذه الفترة، لأنه كما تعلم أستاذ فيصل يعني مع يعني التوقف خلينا نقول الصناعة في أغلب الدول الصناعية اليوم بسبب هذه الجائحة، أيضا بسبب ارتفاع التكاليف و يعني زيادة الطلب، هناك تخوف من أن يكون هناك الحقيقة يعني تعطل أو بطء في مسألة سلاسل الإمداد. لذلك اليوم وزراء التجارة والاستثمار حريصين كثيرا على أن يكون هناك الحقيقة تعاون ودعم كبير في مسألة أن تستمر التجارة وأن يستمر الدعم، لأنه إذا كان هناك أي تعطل في إيصال الأجهزة الطبية أو العلاجية التي يحتاج إليها الحقيقة كثير من الدول في هذه الفترة، وستكون يعني مضاعفات هذه الكارثة أكبر. أضف إلى ذلك ما يخص الأمن الغذائي، المواد الغذائية وطرق التي يجب أن يعني تسهل وتسلك لها الطرق لوصول المواد الغذائية لكل دول العالم. هذه حقيقة من الأمور المهمة التي بتسعى لها اليوم مجموعة العشرين. زي ما بتعرف أيضا حتى على مستوى وزراء المالية كان هناك أيضا اجتماع بحيث يكون هناك سياسات مالية ونقدية تواجه هذا الوضع الاستثنائي، وتكون فيها تيسير وتسهيل في مسألة يعني الفوائد، وكانت بدأت الحقيقة من الفيدرالي الأمريكي اللي خفض أيضا سعر الفائدة إلى الصفر، وتلاها الحقيقة إحنا في دول الخليج بحكم الارتباط الكبير مع الدولار الأمريكي، يعني قامت البنوك المركزية بتخفيض أسعار الفائدة. هذا كله الحقيقة من أجل أن يكون هناك دعم للشركات، وأيضا في المملكة العربية السعودية بشكل خاص يعني كان لهذا أثر كبير في يعني الرعاية وتقديم الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين بما يعادل 120 مليار، يعني بدأت ب 50 مليار ثم 70 مليار ثم الحقيقة يوم أمس الحقيقة 9 مليار ريال للقطاع الخاص بالتحديد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذا الوقت بالتحديد، لأنه هذه المنشآت الحقيقة تواجه يعني تكاليف تشغيلية كبيرة، تواجه تكاليف يعني من إيجارات ومصاريف ثابتة، وفي الوقت ذاته هناك يعني قلة في الإيرادات لهم في هذه الفترة، فيحتاجون إلى الدعم. هذا الدعم طبعا قسم إلى مراحل مختلفة، منها فيما يخص تسهيل الحصول على التمويلات البنكية، في منها ما يخص الضمانات يعني حتى كيف ممكن الدولة قدمت 6 مليار فقط في مسألة ضمانات تيسير الإعطاء أي سيولة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفي نفس الوقت كان هناك تأجيل لسداد المستحقات على هذه المنشآت بما يعادل 6 أشهر حتى لا يكون هناك عبء كبير جدا، وبالتالي يكون في حفاظ على
يعني قيمة الاقتصاد المحلي. طبعا هذا الأمر هو بالتكاتف والتعاون مع دول العالم أجمع، لأنه اليوم يعني وكما ذكر خادم الحرمين الشريفين أيضا في هذه القمة، أنه نحن في أمس الحاجة إلى التكاتف والتعاون، وأنه الأعمال الأحادية لن تجني ثمار. اليوم نواجه فيروس خطير يعني تسبب في الكثير من يعني من الخسائر البشرية، أيضا هناك خسائر على مستوى الاقتصاد، شركات واجهت يعني الإفلاس، أثرياء واجهوا خسارات كبيرة في أسواق المال. أسواق المال كما نشاهد الحقيقة تواجه خطر أيضا في مسألة يعني انخفاض المؤشرات. كل هذه الحقيقة كانت بسبب هذا الفيروس. أضف إلى ذلك أنه في الفترة الحالية إن نعم. شاء الله، وسمعنا يوم أمس أن هناك يعني دعت المملكة العربية السعودية أيضا إلى أن يكون هناك اجتماع لمجموعة أوبك بلس، الهدف منه أيضا أنه يكون هناك توازن في أسواق الطاقة، في نعم. أسواق النفط، لأنه هذا أمر أيضا آخر مهم. صحيح. إذا كان هناك الحقيقة مشكلة في الاقتصاد ومشكلة أيضا في الطاقة، فستكون الحقيقة يعني الأمر نعم. كارثي. عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية الدكتور محمد مكني، شكرا جزيلا لك.